Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, halal family. Welcome to the channel. I hope you guys are having yourself a wonderful day. In today's video, guys, we'll be reacting to another video from Palestine. This video was suggested by Ba Termakase. Thank you very much for taking the time to send me a recommendation and suggestion. The video is by Abdullah Omain Daily, and the link is in the description in case you guys wanted to check it out. So inshallah, we'll get started with the video momentarily. And at the end of the video, I'll be sharing with you my observation and reaction. So please make sure you stay until the end. With that said, now let's get started with our video. So, I think they're praying Salatu Janaza for the passengers that passed away in Sriwijaya Air accident that happened just a couple of days ago. وما حدث ذلك إلا بقدر اللهم اجبر وادخلهم الجنة. الله أكبر الله أكبر اللهم لا تحرمنا. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم. تونسي إلا ويحب فلسطين حتى لو لم يكن مسلما يحب فلسطين. المسلمون في أندونيسيا أشد حبا لفلسطين. لو خيرت واحد منهم أن يأتي إلى غزة ويعيش أو يدخل القدس وتأخذ منه كل ما يملك يقول لك تفضل اذهب بي إلى المسجد الأقصى المبارك. والله يا أخواننا أنا هذه الكلمات جاءت أنا لم أعلم بالحدث إلا قبل 10 دقائق فقط يعني، لكن والله إن القلب حزن لأني أعلم طيبة الشعب الأندونيسي وانتماء الشعب الأندونيسي ومحبة الشعب الأندونيسي لنا في قطاع غزة. يا أخواننا لما تروح أندونيسيا بيعتبرك جاي من أهل. sangat terharu bagaimana muslimin Palestina yang sangat jauh mereka terpanggil bahkan merasakan apa yang dirasakan oleh saudara-saudara mereka yang ada di Indonesia. Salah satunya adalah mendoakan untuk arwah para korban pesawat Sriwijaya yang menimpa musibah kemarin. Mereka pun menyampaikan turut berduka cita atas musibah dan juga mendoakan. Luar biasa, ini adalah sebuah ukhuwah yang luar biasa yang nantinya tentunya akan disaksikan oleh para malaikat di akhirat kelak nanti. Allahu Akbar. Allahu Akbar. I think it's just the same clip over again. Allahumma rahm. Allahumma ja'alhum fi dhifat. Allahumma innahum sama'a wa ard. Wa ma hadatha dhalika illa bi qadar. Allahumma ajbur wa adkhilhum al-jannah. Allahu Akbar. Allahumma la tahrimna. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. اللهم إني داع فأمن. اللهم يا ذا الجلال والإكرام، يا ذا القوة والجبروت، يا ذا الملك والملكوت، يا حي يا قيوم، يا من ترى مكاننا وتسمع كلامنا ولا يخفى عليك شيء من أمرنا. لا إله إلا أنت سبحانك. لا إله إلا أنت سبحانك. اللهم إن لنا إخوانا من أندونيسيا طاروا تحت سمائك.
وفوق أرضك وما حدث لهم إلا بعلمك وإذنك. اللهم تقبلهم في الشهداء، اللهم أدخلهم جناتك جنات النعيم، اللهم أدخلهم جناتك جنات النعيم. اللهم من أصبح منهم أو أمسى في ضيافتك وأنت الكريم المنان، فاجعل خير نزل له الجنة. اللهم اربط على قلوب أحبابهم وعلى قلوب آبائهم وأمهاتهم وزوجاتهم وأبنائهم وبناتهم، واربط على قلوبهم. اللهم إنا ندعوك فاستجب لنا، اللهم إنا ندعوك فاستجب لنا. اللهم اجمع شملنا، اللهم وحد كلمتنا، اللهم وحد كلمتنا. اللهم اجمعنا بإخواننا في أندونيسيا في جناتك جنات النعيم. وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. نؤكد يا أخواننا هذا الدعاء وهذا التعاطف وهذا المكان، اجتمعنا والله يعلم أننا سنجتمع. ربما بعض الناس يظن أن هذا حدث عابر لا قيمة له، نؤدي صلاة الغائب وندعو ونعود إلى بيوتنا. لكن والله يا أخواننا، وأنا زرت أندونيسيا، إنه إخواننا الأندونيسيين يحبوا فلسطين أكثر من بعض الفلسطينيين، ويحبوا غزة أكثر من بعض الغزيين. فعندما ندعو وتبكي قلوبنا على فقدهم قبل عيوننا، والله إنا صادقون. وأنتم بدعائكم نسأل الله لنا ولكم أن نكون صادقين، ندعو من داخل القلوب. إن لم تجمعنا يعني الوطن الواحد، يجمعنا الإسلام، يجمعنا الإيمان. هذا يجب أن تكون صلاة غائب على كل مسلم على وجه الأرض لا يصلى عليه، فما بالك إذا كان شعب أندونيسيا هذا الشعب الذي يتعاطف مع فلسطين إعلاميا وماديا ومعنويا وثقافيا. لا تجد أندونيسي إلا ويحب فلسطين، حتى لو لم يكن مسلما يحب فلسطين. المسلمون في أندونيسيا أشد حبا لفلسطين. لو خيرت واحد منهم أن يأتي إلى غزة ويعيش أو يدخل القدس وتأخذ منه كل ما يملك، يقول لك تفضل اذهب بي إلى المسجد الأقصى المبارك. والله يا أخواننا، أنا هذه الكلمات جاءت، أنا لم أعلم بالحدث إلا قبل 10 دقائق فقط يعني، لكن والله إن القلب حمل، لأني أعلم طيبة الشعب الأندونيسي وانتماء الشعب الأندونيسي ومحبة الشعب الأندونيسي لنا في قطاع غزة. يا أخواننا، لما تروح أندونيسيا بيعتبرك جاي من أهل الجنة، أنت أرض الرباط. فلذلك يجب أن مش ندعو الآن بس ونروح، صدقا صلاة المغرب أنت ادعي لهم كمان، إخوانك هذول في الله تجمعك بهم العقيدة والإيمان والإسلام. في نهاية كلمتي أجدد التعازي لأخونا عبد الله أونيم أبو إسماعيل، وللشعب الأندونيسي ومكتب أم بي سي في قطاع غزة، وكذلك مكتب أم بي سي في أندونيسيا، وللشعب الأندونيسي جميعا وللحكومة الأندونيسية. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن شاء الله كل نفس ذائقة الموت، فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. نسأل الله أن يزحزحهم عن النار ويدخلهم الجنة مع الشهداء والصديقين. اللهم أن يلقي في قلوب ذويهم الصبر والثبات. اللهم أجر أهلنا أندونيسيا في مصيبتهم خيرا، واخلفهم خيرا منها يا رب العالمين. اللهم صبر أهلهم وذويهم يا رب العالمين، واملأ قلوبهم بالصبر والإيمان والتقوى، حتى يقولوا كما علمنا حبيبنا صلى الله عليه وسلم: إنا لله وإنا إليه راجعون. هكذا علمنا الحبيب عند المصائب: إنا لله وإنا إليه راجعون، حتى تنزل عليهم صلوات من ربهم ورحمة. اللهم آجرهم، والأجر مشترك بيننا وبينهم. اللهم آجرهم خيرا في مصيبتهم، واخلفهم خيرا منها، واجمعنا يا رب بهم في الفردوس الأعلى مع النبيين والصديقين والشهداء، وحسن أولئك رفيقا. ولا نقول إلا ما يرضي الله: إنا لله وإنا إليه راجعون، والحمد لله على كل حال، ونعوذ بالله من حال أهل النار. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام.
البنات تيجي في فوق اللي هنا كثيرها مش من هذول هذول بيوت مش من الحمراء السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نتقدم باسم الشعب الفلسطيني وخصوصا من قطاع غزة المحاصر إلى الطائرة المنكوبة في السريوجاية أندونيسيا إلى أهلنا بالتعزية والمواساة على مصابهم الجلل، ونسأل الله تعالى أن يتغمدهم بواسع رحمته، إنه ولي ذلك والقادر عليه. والسلام عليكم ورحمة الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسوء إخوانكم في الشعب الفلسطيني عامة وفي قطاع غزة خاصة، نتقدم إلى إخواننا في أندونيسيا بالتعزية والمواساة بمناسبة سقوط الطائرة في سريوجاية، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يتغمدهم بواسع رحمته، وإنا لله وإنا إليه راجعون. بسم الله الرحمن الرحيم. باسمي وباسم كل مسلمات فلسطين أتقدم بأحر التعازي لأهلنا في إندونيسيا ولمسلمي إندونيسيا، وخصوصا الذين سقطوا من الطائرة، وتعازينا الحارة لأهاليهم، فعظم الله أجركم في منطقة سريوجاية. Oke, teman-teman, di Indonesia kita sangat terharu bagaimana muslimin Palestina yang sangat jauh mereka terpanggil, bahkan merasakan apa yang dirasakan oleh saudara-saudara mereka yang ada di Indonesia. Salah satunya adalah mendoakan untuk arwah para korban pesawat Sriwijaya yang menimpa musibah kemarin. Mereka pun menyampaikan turut berduka cita atas musibah dan juga mendoakan. Luar biasa, ini adalah sebuah ukhuwah yang luar biasa, nantinya tentunya akan disaksikan oleh para malaikat di akhirat kelak nanti. Teman-teman di Indonesia, sampai dengan saat ini saudara-saudara kita di Palestina masih hidup di bawah penjajahan dan juga blokade dari pihak Yahudi. Mereka masih merasakan penderitaan sudah lebih dari 90 tahun. Akan tetapi penderitaan yang mereka alami tidak pernah mengurangi sedikit pun untuk selalu memberikan tadamun atau solidaritas doa untuk saudara-saudara mereka yang ada di Indonesia. Semoga ukhuwah atau hubungan ikatan ukhuwah antara Indonesia dan Palestina selalu terjaga sampai dengan yaumil akhirat kelak nanti. Amin ya rabbal alamin. Saya Bang Onim di Palestina mengucapkan terima kasih, dan juga mengucapkan terima kasih kepada muslimin dan masyarakat Palestina yang telah turut mendoakan dan sholat ghaib khusus untuk para jenazah korban pesawat Sriwijaya Air SJ182. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin fil awwalin, wa salli ala sayyidina Muhammadin fil akhirin, wa salli ala sayyidina Muhammadin fi kulli waqtin wa hin. Azauna insyaallah kullu nafsin dha'iqatul maut, faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannata faqad faz, wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Nas'alullah an yuzahzihahum 'anil nar wa yadkhulhumul jannah مع الشهداء والصديقين يا رب العالمين. ونسأل الله أن يلقي في قلوب ذويهم الصبر والسلوان. اللهم آجر أهلنا في أندونيسيا في مصيبتهم خيرا، واخلفهم خيرا منها يا رب العالمين. اللهم صبر أهلهم وذويهم يا رب العالمين، واملأ قلوبهم بالصبر والإيمان والتقوى، حتى يقولوا كما علمنا حبيبنا صلى الله عليه وسلم: إنا لله وإنا إليه راجعون. هكذا علمنا الحبيب عند المصائب: إنا لله وإنا إليه راجعون، حتى تنزل عليهم صلوات من ربهم ورحمة. اللهم آجرهم، والأجر مشترك بيننا وبينهم. اللهم آجرهم خيرا في مصيبتهم، واخلفهم خيرا منها، واجمعنا يا رب بهم في الفردوس الأعلى
مع النبيين والصديقين والشهداء وحسن أولئك رفيقا. ولا نقول إلا ما يرضي الله، إنا لله وإنا إليه راجعون. والحمد لله على كل حال، ونعوذ بالله من حال أهل النار. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. We are from Allah subhanahu wa ta'ala and our return is back to Him. So these were the brothers and sisters in Palestine that were basically making dua for the passengers of Sriwijaya air accident that recently took place. And they were also playing Salatu Janaza for them. You know, we are, as Muslims, we're basically like a body, right? If one part of the body, whether it's our feet, or if we have a headache or stomach ache, it hurts, the rest of the body feels it too. So like that, we feel you guys' pain, and we pray that Allah subhanahu wa ta'ala protect you guys and keep you guys safe. And for those who passed away, may Allah subhanahu wa ta'ala forgive their sins. Widen their qabr, make the azab al-qabr easy for them, and grant them jannat al-firdaus, and give their family sabr. Ameen, 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 ya Rabbil Alameen, barahmatik ya Rahman Rahim. Thank you very much, guys, for suggesting this video. I hope you guys enjoyed my reaction. If you did, please don't forget to like, comment, share, and subscribe. And if you'd like me to react to another video, you can put your suggestion in a comment section below. As always, Tiermak Kasi, thank you very much. Shukran, merci for all your love and support. I hope you guys have yourself a wonderful day. Take care of yourself and your family, and inshallah, I'll see you guys in the next video. Take care. Wassalam.